اهلا بيكم. البطولات عاده بتكون من نصيب الفرق الكبرى، علشان كده تتويج ريال مدريد بلقب الليجا رقم 34 في مسيرته مش مفاجاه، لكن الهجوم الشديد اللي بيتعرض له النادي الملكي يخلينا نفتح فصل مهم في كتاب تاريخ كره القدم ونكلمكم عنه. انا خالد الكلاني ودي حلقه جديده من استوديو مستحيل. النهارده مش هكلمكم عن ارقام، يعني مثلا مش هقول لكم ان ريال مدريد لحد مباراه الحسم قدام فياريال جايب 68 جول، او ان شباكو استقبلت 23 جول، او حتى ان كريم بنزيما هداف الفريق لحد نفس المباراه ب 21 جول. ايه ده؟ انا قلت برضه، ما علينا. ريال مدريد بيتعرض لهجمه شديده جدا سواء من جمهور المنافسين او في الوسط الرياضي بعد اتهام المرينجي بالتتويج بلقب الليجا السنه دي عن طريق الاخطاء والمجاملات التحكيميه. علشان كده النهارده انا جاي اكلمكم عن اشهر الكوارث والاخطاء التحكيميه في التاريخ. اللقطه الاشهر في تاريخ كره القدم لما احتسب حكم مباراه الارجنتين وانجلترا في نص نهائي مونديال 86 الهدف اللي سجله الاسطوره دييجو ارماندو مارادونا بايده. الهدف ده مهد المشوار لنجوم التانجو علشان يتوجوا بلقب البطوله. مارادونا لحد النهارده بيفتخر بالهدف وبيقول ان اللي سجلت الهدف يد الله. ده اسمه كلام يا جدع، ده اسمه كلام. الكارثه الثانيه كانت جوه ارضيه الملعب لما احتسب حكم المباراه ضربه جزاء فاز بيها نادي يوفنتوس بالبطوله، رغم ان الخطا اللي وقع ضد اللاعب كان بره منطقه الجزاء بشكل واضح. عشان تبقى اشهر غطسه، قصدي ضربه جزاء في البطوله. النادي الاهلي اكتر الفرق المصريه المتضرره من الاخطاء التحكيميه خصوصا على مستوى منافسات دوري الابطال. سنه 83 النادي الاهلي خسر النهائي قدام اشانتي كوتوكو الغاني بعد احتساب هدف من تسلل واضح للفريق الغاني، عشان يخسر النادي الاهلي فرصه التتويج باللقب الثاني على التوالي على حساب نفس الفريق. اشهر الكوارث التحكيميه اللي تعرض ليها النادي الاهلي في المنافسات الافريقيه كانت قدام الترجي التونسي سنه 2011 لما طرد الحكم الغاني جوزيف لامبتي محمد بركات قبل ما يحتسب هدف كارثي للنيجيري مايكل انرامو سجله بايده وكان السبب في خروج النادي الاهلي من نص نهائي البطوله. الزمالك كمان كان ليه نصيب من المواقف التحكيميه الكارثيه خصوصا في الدوري المصري موسم 82 لما سجل المعلم حسن شحاته هدف رائع في شباك النادي الاهلي قبل ما يلغيه حكم المباراه بداعي التسلل، وكان حاسم جدا في مسيره البطوله. نادي الزمالك خسر لقب دوري ابطال افريقيا سنه 2016 لصالح سان داونز الجنوب افريقي. سان داونز حسم الامر بشكل كبير جدا من ماتش الذهاب لما كسب بثلاثيا نظيفه. الماتش كان ممكن نتيجته تتغير بشكل كبير لو حكم المباراه ما كانش احتسب الهدف الاول للفريق الجنوب افريقي واللي كان جاي من تسلل واضح جدا. اسطوره النهارده الهولندي العملاق ياب ستام. ياب ستام بدأ مسيرته سنة 92 ولعب لعدد من الفرق المحلية أشهرهم آيندهوفن، بعد كده انتقل للعب مع عدد من كبار أوروبا أشهرهم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روما وميلان في إيطاليا، وأخيرا اعتزل في أياكس الهولندي. المدافع العملاق ياب ستام في مسيرته لعب 488 مباراة، سجل 21 هدف وصنع 11، وتوج ب 13 بطولة مع الأندية، كمان تم اختياره أحسن لاعب في دوري أبطال أوروبا مرتين. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الحلقة دي، ولو حابين نتكلم في موضوع معين ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب. نشوفكم مرة تانية. أهلا بيكم. مش تانية ها. 26 جول، هما 23، أنا ليه قلت 26؟ تقدر تقول لي؟ كان لما احتسب حكم، كان لما احتسب حكم. أنت ليه بصيت الأول وبعد كده عملتها؟ يعني يا عم اصبر عليا.